بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة إخواننا معادنا مع الدرس اللي بعد كده. أخدنا الدرس فات الأول إزاي كيفية الإضافة في الليست، تمام، وأخدنا إزاي نستخدم من خلال زر إنتر في التكست بوكس إن إحنا بنقول له لو الكي كود الإي، تمام، اللي هو الزرار الكي كود بتاعه بيساوي إنتر، تمام، فبالتالي إعمل الفعل ده. جميل. هنا تعالى ناخد الاوتو كومبليت. الاوتو كومبليت انا ممكن ببساطه بعد ما اضيف الحاجات الايه في النصوص، تمام. طبعا تعالى نعمل ده، خلاص كومنت. لو احنا اخترنا الشكل ده كده، تمام، اهو لو احنا اخترنا الشكل ده تلقى هياخد الكايرو والاليكس والجيزه بالنسبه لايه، ها، كايه، كايتمز اهو. طبعا اضغط اضافه، لاحظ ضف. طيب لكن هنا برضو لو كتبت اليكس، تمام، مفيش اي حاجه ظهرت. طيب تعالى نعملها بالكود اهو ببساطه. هاجي تحت اقول له كومبو بوكس 1 دوت اوتو كومبليت مود بيساوي سجست وابند مثلا، وكذلك الكومبو بوكس مود كومبو بوكس 1 دوت اوتو كومبليت سورس بيساوي الليست الايه الليست ايتمز. كده هياخد من الليست ايتمز. طيب بفرض انا عايز اعمل حاجه مختلفه، خلي بالك انا عايز اعمل حاجه ايه، لاحظ اضغط الزرار كده حاجه مختلفه. لا لا اليكس، لاحظ ظهرت لاني اخدها منين، من هنا. طيب بفرض انا عايز اجيب حاجات تانية خالص، مش عايز دي، خلي بالك معلومه اللي هيتقال هنا يتقال في التكست بوكس، اللي يتقال هنا يتقال في التكست بوكس، خلي بالك. يعني الكلام ده هاخده هنا مش هشرحه تاني، فخلي بالك منه. تعالى نقول له ايه، دي الطريقه العاديه. طب بفرض انا عايز اجيب حاجات من ايد من عندي بقى، ليست، مش بيسموها ليست، لا بيسموها كوليكشن. هقول له ديم ماي كوليكشن يساوي اس نيو اوتو كومبليت سترينج كوليكشن، بس خلاص، هي نوع جديد، تمام، داتا تايب اسمه اوتو كومبليت كوليكشن. هقول له ماي كوليكشن، خلاص اهو، دوت اد ضيف. لا اما تضيف رينج، اقول له اد رينج اهو، هياخد منك ايه، خدناها بقى، هياخد منك سترينج، ممكن اقول له ايه السنس، بس خلاص. الى الوقت مفيش حاجه حصلت، خلي بالك لازم بعد اقول له كومبو بوكس واحد دوت اوتو كومبليت مود بيساوي كاستم، اسف سجست الاول، ثم هنا كومبليت مود دوت اوتو كومبليت سورس، هنا اخليه الكاستم، تمام، اهو كاستم سورس. بس لازم في الكاستم، بعد ما عملت الكاستم سورس لازم فين بقى الكاستم سورس اللي انت حددته لي، لحدده بعد كده بقى كومبو بوكس واحد دوت اوتو كومبليت كاستم سورس بيساوي ماي كومبليت ده، بس وصلت يا اخوانا. بس يبقى انت حددت نوع وحددت سورس كاستم سورس. قلت لك الكاستم سورس له حاله خاصه، الكاستم سورس له ايه حاله خاصه، الكاستم سورس يعني مش زي الليست ايتمز بياخد من الايتمز، لا هنا انت بتحدد له ايه هو الكاستم سورس. انا قلت له نوع كاستم سورس، هنا بقى بقول له الكاستم سورس بيساوي الماي كوليكشن ده. الماي كوليكشن ده انا عرفته تعريفه بسيط، ديم جمله تعريفيه، تمام، ثم ماي كوليكشن نوعه اوتو كومبليت سترينج كوليكشن، تمام. طيب قلت له اد رينج، خد الداله كلها، اسف خد الاريه كلها معاك، زي ما عملت في الايه في الكومبو بوكس دوت ايه ايتمز دوت اد رينج. لاحظ كده اهو، اضغط على الزرار هنا اقول له اليكس، بالظبط اخدها كده، تمام. طيب واحد يقول لك طب انت عملت ليه، طب ما انت ممكن تعملها من الاول. جميل. هنا بقى ممكن اقول له هنا ايه، خلي بالك، ماي كوليكشن دوت اد ايه براحتي بقى،
اول حاجه خلي بالك هياخد سترينج اهو، هقول له اليكس تمام اهو الاسكندريه كده اهو، واخد دي برضو معايا القاهره الجيزه. انا براحتك اكتب اي نص تاني اهو، القاهره الجيزه الجيزه كايرو اهو كده خلاص. اكتب هنا اليكس، لاحظ اليكس اللي الايه الاسكندريه تمام كده. طبعا هو مش هيختارها ليه، لان مش موجود حاجه اسمها كده، اتفقنا يا اخوانا؟ طيب واحد يقول لك انا عايز اضيف بس الايه، تعال نختارها بس هي كده اليكس القاهره الجيزه، انا عايز بس ايه اضيف بس الايه دي من غير القاهره والجيزه عادي براحتك. يبقى انت هنا عملت كاستم سورس اهو، اول ما اعمل اضافه اول ما اكتب كايرو ما يجيش اليكس يجي تمام، الجيزه يبقى فيه لكن كايرو لان مش مضموع معانا في الاوتو كومبليت التكمله التلقائيه. طيب تمام، خلي بالك ممكن ايه يا اخوانا، ممكن اعمل ايه تاني في حكايه الاوتو كومبليت، انفذ الكلام ده في التكست. لاحظ لو عملت ده تكست ايتمز هو هو، اخد ده كوبي وده كوبي وده كوبي بس، مفيش مشكله خالص. وصلت اهو، اول ما اكتب هنا اليكس كده تمام. بس تعالى نيجي في الاعداد عنده، لازم نقول له هنا ايه، هنا الكوليكشن، تعالى ناخد الاول في الاعداد عنده في هنا في خاصيه الاول هتتفعل تمام اهو. لاحظ هنا الكوليكشن، هنا المود، هنا السورس تمام. تمام يا اخوانا، بس هنا احنا مظبطين لان احنا ظبطناه هنا بالكود، ظبطناه هنا تمام بالكود. طيب اه يبقى احنا نسينا نضغط على الزرار، نسينا نضغط على ايه على الزرار. لاحظ كده مش هيحصل فيه اي شيء خالص، تكتب اليكس مفيش اي شيء خالص تمام. لكن هنا نعمل اضافه تمام، اول ما نكتب هنا اليكس لاحظ يطلع القائمه بتاعتنا، اول ما اكتب جيزه اهو اكتب بالشكل ده كده. يبقى كده بفضل الله درسنا النهارده كان بنتكلم كيفيه عمل اوتو كومبليت كاستم. انا اعمله كاستم بايدي بقى، انا اللي اختار وانا اللي احدد وانا اللي اعمل تمام. يعني ممكن هنا تقول له ايه، ممكن تقول له ماي كوليكشن اهو، ماي كوليكشن دوت اد رينج، هنا تقول له نيو سترينج تمام اهو كده نيو سترينج، وتكتب هنا الايه، تقول له مثلا ايه احمد تمام كده الاول اهو، مثلا ايمن علي دي كده داله، بس داله تعرفها من جوه بس. ميزه البرمجه يا اخوانا ان يكون في قدامك اكتر من طريقه تمام، في بعض الحالات يكون عارف اكتر من طريقه، طريقه تيجي معاك، طريقه تستخدم الطريقه الثانيه، تستخدم الطريقه الثالثه، اختار الطريقه اللي تعجبهم او تعمل ميكس بينهم. كل ما تعمل ميكس المعلومات دي تثبت في دماغك تمام اهو كده. يبقى انا ضفت رينج وعملت من جوه، ها عملت من جوه ايه، ضفت رينج وقلت له لو سمحت اعمل لي داله، اسف اري، اعمل لي اري، الداله دي بتاخد اري، قلت له من جوه قلت له اعمل لي اري يتكون من كذا وكذا 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 بس اهو. اضغط على الزرار لاحظ هنا لو قلت له ايه، لاحظ جاب لك كل الحاجات اي ال تمام، اي اي واي تمام، يجيب لك الحاجات اللي بتبدا بالايه بالاي واي تمام يا اخوانا. يبقى كده بفضل الله اخذنا الاوتو كومبليت في عمليه الكاستم. ان شاء الله نكمل الدرس القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.